هموم دوارتي الطرماج جامعة أمر سيد إقليم ميدلت، جيت لهنا لمدينة الرباط باش نراسل الجهات المسؤولة، وكان نجد الملك الله ينصرو جلالة الملك محمد السادس الله ينصرو ويطول في عمرو، كان نجد جميع الناس المسؤولة بوزارة الداخلية اللي بغيت نوضح للرأي العام، لأن عندنا رئيس جامعة أمر سيد في إقليم ميدلت ونواب أراضي الجموع اللي كينتميو نصف نفس العائلة في جامعة أمر سيد، لأن كاينة أراضي سلالية تم تحويلها للأراضي الخاصة. أتوجه مباشرة إلى السيد الحنكاري مدير الأراضي السلالية بوزارة الداخلية، كنطلب منه تماشيا مع تعليمات الملكية السامية ديال سيدنا الله ينصرو يرسل لنا شي لجنة تفتيش لجماعة أمر سيد إقليم ميدلت اللي فيها شواهد إدارية مزورة من طرف رئيس الجماعة ونائب أراضي الجموع اللي هما بنفس العائلة، اللي داروا عقد الإرث ديالهم فيه 30 هكتار والآن عندهم أكثر من 1000 هكتار. منين جاتهم؟ إذا جاتهم شي حاجة بسيطة، هي بدلوا الأراضي السلالية إلى أراضي خاصة، لأن الناس كيجيبوا الناس من الدار البيضاء ومن مدن أخرى حفظوا لهم في التحفيظ ديال الجماعي من الدار البيضاء ومن بني ملال ومن العرايش ومن مكناس، أن الناس استفدوا في التحفيظ الجماعي ديال سيدنا الله ينصرو. بغينا تحقيق تفتح في جامعة أمر سيد، لأن هذا الرئيس ما يسمى بجامعة أمر سيد بيسكوبار العقار، المشكل هما أراضي سلالية تم تحويلها إلى أراضي الأرض 1000 هكتار، كاينه 3000 هكتار و1000 هكتار مشات اللي عندها الورق اللي عندي الورق ديالها، استولوا عليها هذا الرئيس الجامعة ونواب أراضي الجموع لنفس العائلة، نفس العائلة ما كاينش شي حاجة من نفس العائلة اللي استولوا عليها بوثائق مزورة، وعندي ما يثبت باش نثبت هاد الشواهد الإدارية المزورة. كنا كنستغلوها اللي كنستغلوها بالراعي الكسبه، فين ليله من ما بين النهار بين ليله ونهار صبحوا الناس كيخدموا تما، ومشينا لعندهم وخرجوا الناس باش يحبسوهم من دوار بوغما وتحكموا بالسجن وثلاثه المليون ديال الخطيه، وخرجوا الناس في دوار زبزات يجريو عليهم وتحكموا بالسجن و50 الف درهم 5 المليون ديال الخطيه. بغينا نعرفوا هاد الناس واش السيبه اللي كاينه في الجماعه ولا كاينين الناس. ونزيدك كاين السيد عقد عنده فرنسي باع به 2000 هكتار، 2000 هكتار فيه مد ديال الزرع، باع خمسة البيعات، باع 192 هكتار، باع 27 هكتار، باع 92 هكتار، باع 107 هكتار، باع 152 هكتار، 134 هكتار، باع بها 500 هكتار، باع بها 1000 هكتار بعقد مد ديال الزرع. ما يصيفطوا عيا ودرنا لقاء في مكناس باش يرد الارض ترجع لبلاصتها، وما ذلك ما بغاش، لانه هو قال لك عنده نفوذ وعنده الفوق. بهاد العربيه كان ناشد سيدنا الله ينصرو يفتح لنا تحقيق مع هذا السيد، نشوفوا الملك يقول الفوق، عندي الفوق. ما عنده لا وثيقه لا حتى حاجه. ما عنده حتى شي وثيقه، عنده واحد بناء على محضر الاجتماع اللي كيضلل بها العداله، اللي ما عندوش الصيغه القانونيه، لان شهاده اداريه كدوز في بعض المحطات، كيكون المحضر ديال املاك المخزنيه، المحضر ديال الجماعه السلاليه، المحضر ديال المياه والغابات، المحضر ديال الاوقاف، هادو اساسي للشهاده الاداريه، ما كاينش هادشي. المرافقات ما فيهمش التاريخ، تصريح نواب اراضي الجموع ما فيهمش التاريخ، محضر ومعاينات ومعاينه ما فيهش التاريخ، تقرير ما فيهش التاريخ. ونزيدك غالب في الامر السيد اللي عنده الشهاده رقم 16 اللي فيها محضر ديال الدرع المركز الترابي للدرك الملكي، اللي كيقول السجل غير متواجد بالاداره، شكون اللي داه السجل؟ بغينا نعرفوا شكون اللي داه، اذا اللي داه هو اللي دار هذا التزوير هذا.
التخطير اللي مشينا درنا جمعنا الشواهد الاداريه، درنا محضر معاينه واستجواب السيد رئيس المحكمه الاداريه بمكناس، حكمنا المعاينه، مشى المفوض القضائي للقياده استجوب القايد ودار المعاينه للسجل ما كاين والو، وقال لي هذا الارقام هذو ما عنديش، قال لي راه اتصلت درت بحث ديالي كسلطه محليه وربطت الاتصال بالعماله وجميع الادارات ما كاين والو، وبغينا نعرف لمن بغى يقولها التزوير، السجل ما فيهاش ما مسجلاش، ما عندها حتى مرفقات، ما عنده والو، محضر باش كيدليو ديال محضر الشماع ما عندوش الصيغه القانونيه، ها وحده، المحضر الشماع كيقول لك لا يمكن للجنة بشكل قطعي باش نقول هذا الأر جماعية ولا ماشي جماعية، واللجنة اللي تجمعات اللجنة اللي حاضرة في المحضر في الاجتماع ديال الحوض المائي ديال الفلاحة، واش هادوك عندهم الصيغة باش يعطيو الشهادة الإدارية؟ ما عندهم الصيغة. هي بها باش تمكن بناء باش دار الملكية، الملكية غير واحد الملكية فيها 200 هكتار، هي عندي 200 هكتار لهذا الرئيس، وكان طالب الناس المسؤولة واللي عنده شي علاقة يوصل لها هذا الصوت لسيدنا، واتحمل المسؤوليه، هذا الهضور اللي كنقول، وثائق مزوره في جامعه امر سيدي اقليم ميدلج، وهذا السيد كيهدد الناس ومني منهم انا، لان رئيس الجماعه قال لك عنده النفوذ، قال لك عنده صاحبه في كاين فاس ما كيخليش، قال لك راه منتقل لفاس صاحبه ما كيتفرجش هو وياه، واحد صاحبه انتقل لاكادير ما كيتفرقوش هادو كاملين هو وياه، وبغينا تحقيق، وكناشد باقي السيد الحنكاري يرسلنا لجنات تفتيش لجامعه امر صيد يشوف الارض اللي تحولات تم التحويل ديالها الاراضي الخاصه، وكنطالب سيدنا الله ينصرو الله ينصرو يطولنا في عمرو يوصلنا شي لجنه تحقيق جامعه امر صيد في القريب العاجل، وكناشد رئيس الحكومه والسيد المستشار ديال سيدنا يوصلوا لنا هذا الصوت لسيدنا. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.